تخيل كده ست تكون بتموت نفسها في الشغل وعايشة طوال حياتها بتشقى ومطحونة في ضغوطات الحياة عشان توفر لبنتها حياة كريمة خالية من التعب والمشقة ويعدي عليها العمر، وبدل ما تفرح بيها وتلبسها الفستان الأبيض تلبسها كفنها، والغريب هو سبب موتها وبالطريقة البشعة اللي ماتت بيه بعد غيابنا وانشغلنا بالقضية الفلسطينية والقضايا السياسية اللي بتحصل في العالم. رجعنا لحضراتكم بجديد قضية وعبرة ودرس جديد من داخل المجتمع، المجتمع اللي عايشين فيه، المجتمع المصري أو المجتمع العربي. واحنا النهاردة هنتكلم عن قضية مصرية، قصة أبطالها ناس عاديين جدا وكان كل أحلامهم إنهم يعيشوا حياة طبيعية، ولكن القدر كان ليه رأي تاني خالص. تابعوني بعد الفاصل عشان تعرفوا تفاصيل هذه القضية، وما تنسوش حضراتكم تعملوا اشتراك ومتابعة وإعجاب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. واعذروني إن أنا النهاردة بصور من داخل العربية. أهلا بيكم. صبرة عبد الناصر أحمد بنت صغيرة عندها 18 سنة من قرية المعمارية بمدينة البصيلة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان. صبرة كانت عايشة مع أمها في بيت صغير بيتكون من غرفتين وصالة. صبرة كانت بتحاول تعيش بأقل الإمكانيات المتاحة ليها، وده لأن والدتها ووالدها كانوا منفصلين عن بعض من فترة كبيرة. صبرة كان معروف عنها أدبها وجمالها وتواضعها مع كل الناس حتى اللي ما تعرفوش، وكانت بتحلم إنها تخلص تعليمها وتلاقي راجل محترم يقدر يحميها ويتجوزها، وده حلم أي بنت محترمة. وبحكم إن صبرة كانت عايشة في منطقة نائية نوعا ما، فأهل المنطقة لسه بيحبوا يتجوزوا البنات وهم لسه صغيرين. وبعد ما صبرة وصلت لسن الستاشر سنة، وبالتحديد لما وصلت للصف الأول الثانوي، بدأ العرسان يتقدموا عشان يخطبوها. حتى ابن خالتها اتقدم ليها أكتر من مرة لكنها كانت بترفضه بطريقة ما فيهاش إحراج بحكم صلة القرابة اللي بينهم. صبرة كان تفكيرها في التعليم وبس، لأنها كانت شايفة إنها لسه بنت صغيرة على الارتباط، وحلمها وحلم الجواز لسه ما جاش دلوقتي أوانه، وزيها زي أي بنت من بناتنا، وتعدي السنين ولسه العرسان بيتقدموا لصبرة. ولكن صبرة كانت مصرة على أمرها، وكانت بتلاحظ إن ابن خالتها بيبوظ أي جوازة ليه، أو بمعنى أصح بيطفش العرسان، مرة يسلط ناس يضربوا العريس، ومرة تانية يقول كلام مش صح على أهل واحد جاي يتقدم ليها. ولكن صبرة ما كانتش بتعترض، لأن مفيش ولا واحد من العرسان دول كان مناسب لأحلامها وطموحها من وجهة نظرها. عشان كده صبرة فضلت مركزة على دراستها عشان تحقق حلمها. ولكن صبرة ما كانتش عارفة إن في شخص متربص بيها وعايز يدمرها. وفي يوم اتقدم شاب اسمه محمود عشان يتجوز صبرة، وصبرة أعجبت فعلا بيه ووافقت إنهم يرتبطوا ببعض، وبالفعل عملوا خطوبة وبدأوا يجهزوا لعش الزوجية. وبعد مرور 3 شهور على خطوبة صبرة، محمود صبرة لاحظت إن في واحد بيراقبها كل ما تخرج من البيت، لكنها ما كانتش عايزة تكبر الموضوع وتجاهلت الفكرة أصلا من دماغها. وفي يوم اتصلت صبرة بخطيبها محمود علشان يجي يقعد معاها شوية ويتكلموا على شوية تفاصيل تخص الفرح وتخص حياتهم. وبالفعل محمود وصل البيت واستقبلته والدة صبرة، وقعدوا يتكلموا وكانوا في منتهى الهدوء والسعادة والفرحة اللي هتجمعهم مع بعض. ووالدة صبرة اتحس انها طايرة من الفرح، لانها اخيرا هتطمن على بنتها مع انسان محترم زي محمود. لكن الفرحة بتاعت الست ام صبرة ما اتكملتش. اثناء زيارة محمود لبيت خطيبته اتفاجئوا ان ابن خالة صبرة جه البيت وكان لابس اسود في اسود، وفي خلال ثواني معدودة طلع من جيبه سلاح وضرب 3 رصاصات على صبرة وهرب وجري. وصبرة راحت، وللأسف الحلم اتدمر، والحلم اللي كانت الأم بتحلمه ضيعه. سمع أهالي نجع المعمارية صوت الرصاص خارج من بيت أم صبرة، وبعد شوية سمعوا صوت صراخ الست أم صبرة، فراحوا على بيتها
عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، واكتشفوا ان صبرا واقعه في الارض جثه هامده. اتصل احد الجيران بمركز الشرطه التابع للمنطقه بتاعتهم في منطقه المعماريه، وفي خلال دقائق وصلت قوه من رجال الشرطه الى موقع الجريمه، عينوا الجثه ونقلوها على المشرحه لعرضها على الطبيب الشرعي. وفي خلال الوقت ده رجال المباحث استدعوا والدة المجني عليها وخطيبها الحالي اللي كانوا متواجدين لحظة ضرب النار، أو بمعنى أصح لحظة الوقعة. ووجهت والدة صبرة التهمة لابن أختها، وقالت إن ابن خالة صبرة حطها في دماغها وكان بيراقبها وبيخوفها عشان كان عاوز يتجوزها، وصبرة رفضت تتجوزه لأنه كان شخص عدواني وبتاع مشاكل، ده غير انه شافته هي ومحمود خطيب بنتها لما دخل عليهم البيت وضرب الرصاص على بنتي صبرة وهرب، وهرب واتقبض عليه في الحال. المباحث عندنا ما بتهزرش الحقيقة. موقف الام يعني شيء، يعني هي في موقف صعب. في خلال ساعات قليلة تمكنت الجهات الأمنية طبعا محافظة أسوان من القبض على قتل صبرة، ووجهت النيابة ليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وبعد اكتمال التحقيقات أهل صبرة استلموا جثتها ودفنوها في مقابر العيلة. وراحت صبرة وراح الحلم بتاع أمها، ارتاحي في قبرك يا بنتي، الشرطة جابت لك حقك، واللي ضيع عمرك هدر هيدفع التمن غالي قوي وهيتم الحكم عليه بالإعدام. ربنا سبحانه وتعالى يصبر أمك. وتخيل كده ست تكون بالوضع ده وكانت عايشة حياتها عشان بنتها، يجي ولد سخيف ملهوش أي قيمة ولا تمن ولا سعر يضيع حلم الأم ويدمر بنت في مقبل عمرها، شابة لسه بتقبل على حياة وعايزة تعيش حياة كريمة خالية من أي مشاكل ومن أي تعب، يجي عيد هلفوت وابن خالتها ودمها ويقتلها. كلنا في النهاية بندعي لوالدة صبرة إن ربنا سبحانه وتعالى يصبرها ويرحم صبرة، اللهم أمين يا رب، ويحفظنا ويحفظ أولادكم، اللهم أمين يا رب العالمين. ونصيحة من أخ ليكم، تحاولوش تقربوا قوي من الناس، لأن الغدر للأسف ما بيجيش غير من أقرب الناس. خل بالك كويس قوي، خد حذرك. احنا بقينا في زمن مش هعيب زماننا، ولكن احنا بقينا في حالة من البشر تحس ان انت عايش في وسط وحوش. ربنا يحفظنا ويحفظكم. كان معاكم انا احمد الحكيم، بحبكم جدا وبشكركم جدا، اتمنى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة، وعلى الفيسبوك تابعوني. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.